نصب تشرين في ساحة التحرير في بغداد، ونصب الشهداء في الناصرية هما استحقاق العراق. نعم، استحقاق العراق، استحقاق الدماء التي سالت وهي تردد نريد وطن. نعم، نريد وطن. التاريخ ليس صدفة، التاريخ ذاكرة، يجب أن نحرص على تدوين أحداثنا التاريخية ونحرص على تخليدها لتتحول دروس وفعل إنتاج وعمل وتأسيس لمرحلة جديدة. نعم، المحنة، الألم، التضحيات يجب أن تتحول محطة فخر واعتزاز للأجيال القادمة. واجبنا أن نحول المحنة التي مر ويمر بها العراق إلى عامل قوة وبناء وإبداع وتقدم وأمل. نعم، صوت شعبنا، دماء شبابنا، التزام أخلاقي في أعناقنا. نحن أوفياء لشعبنا. نعم، نحن أوفياء لشعبنا. إرادة العراقيين لا تكسر. عاش تشرين، عاش العراق. مشروع صرح تشرين. سينهض من صميم اليأس جيل عنيد البأس، جبار عنيد يقايض ما يكون بما يرجى ويعطف ما يراد لما يريد. في ساحة التحرير ببغداد انشقت الأرض وعلى صوت الشعب مزنجرا هادرا كالشلال ليعلن بداية مرحلة جديدة وعراق جديد. شباب بعمر الزهور خطوا بدمائهم الزكية مسارا جديدا للوطن، وسجلوا بصمودهم الرائع ملحمة شرف تضاف إلى ملاحم العراقيين الأبطال على ضفاف دجلة والفرات تحت راية العراق. حمى الله العراق وشعبه. سامان كمال، مهندس معماري. مشروع صرح تشرين. تتكون فكرة المخطط التطويري من عدة عناصر رئيسة تصب في ترسيخ الفكرة العامة لصرح تشرين، وفي مقدمتها شلالان مائيان يصبان من أعلى قمة المبنى تمثل ترسيخا لدماء الشهداء التي نزفت فوق هذه الأرض، وتصب في حوضين كبيرين تمتدان إلى الممشى الرئيس لمدخل الصرحة تمثل نهري دجلة والفرات الخالدين، ويتوسطهم علم العراق شامخا من أعلى الصرحة معلنا أن شعب العراق واحد بكل أطيافه وأجناسه. وقد تم استحداث الكثير من القاعات والمراكز الخدمية داخل المبنى لتعمل على تنشيط الواقع الثقافي والاطلاع بشكل أقرب على أحداث تشرين الخالدة من خلال قاعات مخصصة للاجتماعات وأخرى لإقامة الاحتفاليات والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى قاعات المكتبات التي ستكون عامرة بكل أنواع الكتب القيمة وبمختلف الاتجاهات الثقافية لإدامة الزخم الثقافي الوطني. وتحيط بجوانب الصرح جداريات ومنحوتات تجسد تاريخ العراق القديم والذي يمثل الإرث الحقيقي الذي استند عليه وانطلق منه هؤلاء المتظاهرون، والذي امتزج بشكل فني متناسق يعكس اندماج الحاضر المشرف بشبابه الواعي الوطني المتحضر بذلك التاريخ والإرث الحضاري العظيم الذي يمتد في عمق التاريخ والذي سيكون الركيزة التي سيكون منها الانطلاق إلى عراق حر مستقل وحضاري متطور. صرح شهداء ثورة تشرين، واقعة جسر الزيتون، محافظة ذي قار. فكرة وتصميم الفنان التشكيلي زيد عدنان. يتكون الصرح من أربعة أجزاء رئيسة. أولاً منشأ معماري عبارة عن ثلاثة جدران متتابعة وبأحجام متباينة
تبدأ من الجدار الصغير إلى الأوسط فالكبير، وتحتوي على فتحات تمثل بوابات استوحيت فكرتها من زقورة أورا التاريخية ذات الطبقات الثلاث، والتي تمثل أول إنجاز عمودي في العالم آنذاك، وكذلك المراحل التي مرت بها الثورة، فبدأت كفكرة ثم تطورت إلى تجمعات جماهيرية إلى أن أصبحت قيمة راسخة في ضمير المجتمع، حيث استطاعت من تغيير الواقع وصولاً إلى تحقيق الأهداف، حيث صممت الجدران بطريقة معاصرة وبإنسيابية من حيث الشكل لتتطابق رمزياً مع ديناميكية وحركية الثورة وحيويتها. وقد كتبت أسماء شهداء ثورة تشرين على الجدار الكبير تخليداً لتضحياتهم. ثانياً، نصب نحتي يمثل المتظاهرين وهم يرفعون الراية، وقد صمم بطريقة تجريدية ويضم بداخله متحفاً يخلد بطولة الثوار ودار استراحة وضيافة ومكاتب للإدارة. ثالثاً، ترميم جسر الزيتون وإضافة شواخص نحتية تجريدية تمثل شهداء وثوار تشرين وثلاثة أقواس على هيكل الجسر من مدخله ومخرجه لترمز إلى مراحل الثورة، كما ويضم الصرح مقتربات أخرى كالنوافير والحدائق والشوارع ومواقف السيارات واستعلامات ونقاط التفتيش. عاش العراق، عاش شعب العراق حراً أبياً شامخاً بكل أطيافه.